التعليقات اللي جت على موضوع ان في زوجة على احد الجروبات بتقول يا جماعة انا راضية بحالي ان انا ابقى في وسط اولادي، وانا سعيده ان انا بجهد لهم وبعمل لهم نوع من انواع التدريبات والمهارات واكسبهم كذا، وانا فرحانه بالامر ده. ليه انتوا بتلوموني وانت ما عملتيش حاجه لنفسك وما عملتيش تطوير لذاتك وما طلعتيش مش عارفه فين وحققي نفسك وحققي ذاتك؟ انا شايفه نفسي في وسط بيتي واولادي وانا مبسوطه بده. طبعا الكومنتات كلها كانت سلبيه عليها، كل الكومنتس اللي جايه كانت سلبيه، ولا او بكره يسيبك في حالات كده بس مش ده الاصل. في حالات كده بس مش ده الاصل على فكره. في حالات بتخلي الواحده تقول لك ويرميها ويعملها، وبعد ما صبرت وبعد ما قعدت وبعد كذا يرميها ولا يلا هتزوج عليكي ويلا هعمل ويلا هسوي، بس مش ده الاصل. لكن هي مبسوطه بحال، احنا نروح ننكد عليها ليه؟ يعني هي مبسوطه بالاختيار اللي هي اختارته. انت يا ست اخترت اختيار تاني. واحده تانية عندها، احنا قلنا اهم حاجه ايه؟ التوازن. انت تربي جوه بيتك رقم واحد وتطلعي اولاد ما تحوجهمش للدنيا يبقوا مش عارفين، بيتهته، ما هوش عارف يتكلم، فقد ثقه، يروح مش عارف ايه، معمول تابع مش قيادي، عيل ما هوش عارف، ولا طفله ده خطا. ما ده خطا ان انت سايبه ده ليه وبحقق ذاتي، او واحده تثبت بنت تقول لك انا ما انا بعمل اهو جوه البيت وما بروحش في اي حته، وثبت عيالها واللي مش عارفه حط ميه في فيشه الكهرباء، والتانية اللي مش عارفه كان هيغرق في البانيو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا ده كارثه من الكوارث، دي كارثه من الكوارث، لازم نخلي بالنا منها. في توازن وفي اولويات، ما استرعاني الله عز وجل عليه في اولويات. طب انا قدرت احقق المعادله والتوازن؟ توكل على الله. قدرت تطلعي جوه بيتك وتاخدي وكذا وتروحي وتحققي ذاتك وتعملي وتشتغلي وتساوي، مالك مكشره ليه؟ وجوه بيتك تحققي حالك وتحققي ذاتك وتعملي بره البيت، وجوه البيت شايله البيت وشايله اولادك جوه عينك. يلا بينا احنا نقول لا. سيده زينب وكانت تشتغل من عمل يدها وتتصدق وتعمل، سيده خديجه كانت اكثر نساء سيده اعمال، واكتر تجارتها تعادل تجاره رجاله قريش كلهم، وكانت سيده وامراه وتجمع ما كان عندها 9 من العايزين، ايه اكتر من كده؟ وتجمع ما بين الاثنين، وكانت زوجه ايه؟ زوجه زي الفل. والله لن يخزيك الله، تطبطب وتعمل ترى من زوجها، وتروح تشيل ورغم ان هي من الاثرياء ومن هي من الاغنياء، وقريش قالت لها في شعب ابي طالب مالكيش دعوه بيهم، خليك انت لحالك احنا مش هنعمل معاكي مقاطعه، هتقول لك لا زوجي احترام وتقدير وجوه البيت ومع الاولاد وتعلم، ومع ذلك وناجحه في تجارتها وناجحه سيده اعمال. قدرت تحققي الامر ده تمام، ما قدرتيش خلاص ما تلوميش على غيرك، وما تقوليش لا اصل هيعملني يا ستي خدي بالاسباب، لكن الايه رقم واحد ما استرعاني الله عز وجل عليه. ولاد والله والله ثم والله ما حد هيبقى حريص عليه اولادك وخوفه من اكتر منك، وخصوصا على الاقل العشر سنين الاولانيين، على الاقل يعني العشر سنين الاولانيين دولت، او ال 12 سنه حتى لما يتسلم الولد خلاص كده في جزء كبير 70 في 80% من سلوكياته ومعاملاته مع الاب خلاص راجل بياخد تصرفاته خلاص، وانا غرست الغرس غرست الغرس، لكن اجي اسيب كل الليله ديت وحطم الست يعني زوجه وام وعملتك وفرحانه باختيارها، نعقدها ونبهدلها ونقول لها انت ليه عملتي وليه اخترتي وهيرميكي وهتعملي. صحيح في الكلام ده، انا معاك اقسم بالله انا مصدقاكم، وعارفه ان في حالات والله، وهقول لكم على حاله من الحالات، استاذ دكتور في جامعه، استاذ هي استاذ دكتور ومرتبها 5 أضعاف مرتب زوجها، وحالها كله للبيت وتعمل روحات في مدينتي ومش عارفه ايه، وكله بيروح يعمل وتصرف على اولادها وانترناشونال وجامعات خاصه وتعمل، وهو كل حاجه بيروح يعملها وسايبه له الدنيا ومش مخونه، وكتب كله باسمه في الاخر عايز يتجوز. قالت له طب هات حاجه صفر. في ناس اندال، في ناس مش رجاله، في ناس مش رجاله. لكن جوه بيتك الاصل، وخدي بالاسباب واعملي احتياطاتك وذمتك الماليه، ولما الله عز وجل يقول لك فاكتبوه يبقى فاكتبوه. لا اصل عيب، لا ما فيش حاجه اسمها كده، ربنا قال. طالما ربنا قال فاكتبوه يبقى فاكتبوه. خلاف كده لا. خلاف كده لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما جيش افسد على واحده نيتها او هي مرتاحه وسعيده في عطاء معين وبهدل لها نفسيتها. انت ربنا يعينك على الامر وقدرت تحققي التوازن تمام، يلا توكل على الله. والله كان بياخدوا الاحاديث من السيده عائشه، قال لا
وكان السيده خديجه زي ما انا قلت لكم نموذج، نموذج متكامل. الاخر هي من اربعه، من اربع نساء كمل من الرجال محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الرجال، ولم يكمل من النساء الا اربع: خديجه بنت خويلد، اسيا بنت مزاح، فاطمه بنت محمد، كل ده مريم ابنه عمران، العفه والطهاره والحياء. وكل واحده فيهم لهم سمت: فاطمه الزوج والبيت والبيتها، وازاي كان قلبها طيب وجميل. اسيا بنت الصبر على اذى الزوج الفرعون، اللي انت عايزه تقول لك فرعون ايه يا بنت، الله يصلح حالك. صبرت عليه رب ابن لي عندك، قدمت الجوار مع الله عز وجل: عندك بيتا في الجنه، ونجني من فرعون وعمل جن القوم الظالمين. اجي انا اقول لا فرعون، استغفر الله، احنا محمديين اسلاميين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى منه شفاعة في الآخرة، اللهم امين. بانتسابنا لك يا رسول الله.